السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنتكلم في المحاضرة عن الري اوبتكس. هنتكلم شوية عن الاوبتكس، اوكي؟ هنتعرف يعني ايه الـ one of the theories الخاصة باللايت، اوكي؟ ان احنا ازاي ممكن نديسكرايب اللايت ده كأنه عبارة عن أشعة او ريز بيتم السفر من خلال different mediums، اوكي، وبتخضع لبعض الرولز، اوكي، زي ما شفنا للرولز اللي بنتكلم على اللايت as a wave او as a particle. هنا بقى هنلاحظ ان في بعض الجيومتريك اوبتكس هتتدخل وهيبقى ليها influence على الري اوبتكس. في الأغلب الثيريز اللي احنا هنتكلم عنها، اوكي، مبنية على حاجة اسمها ray tracing، اوكي، او تتبع الأشعة. اوكي، هنا بقى هنبتدي نشوف الثيريز دي، اوكي، واللي في الأغلب هنلاحظ ان هي عبارة عن بعض الابليكيشنز اللي احنا او بعض حتى الاختبارات والمشاهدات اللي احنا بنشوف اللي زي اللايت بيتعامل معاها في حياتنا العادية. اوكي، طيب خلونا نبتدي كده، اوكي، ب general principles of rays. اوكي، اولا اللايت ده بيترافل على شكل أشعة. اوكي، الأشعة اللي احنا ممكن نبعتها يعني في ترانسميتر ممكن نستقبلها من في ريسيفر، زي ما شفنا كده ان احنا ممكن يبقى عندنا ترانسديوسرز تستقبل الأشعة. اوكي، الأشعة دي هتمر بميديم معين. اوكي، الميديم ده هيبقى له بعض الكاركترستكس. اوكي، فالري اوبتكس one of the major characteristics هتهمنا هي حاجة اسمها refractive index. الريفراكتيف اندكس ده هيتعرف على انه الريشيو بتاع اللايت في الفري سبيس مقارنة مع سرعة الضوء او السبيد اوف لايت في الميديوم اللي انا بتعامل فيه. اوكي، طيب خلونا كده ندي ديسكريبشن زي ما فيرمت حط برنسبل بسيط. اوكي، ان قال لك لو تخيلت كده ان اللايت ده او الاوبتيكال راي ده هيسافر من نقطة لنقطة، من نقطة A لنقطة B. اوكي، فعشان يسافر من نقطة A لنقطة B هيختار ال shortest path ب ال least time. اوكي، وبالتالي لو انا هعمل integration ايا كان ال paths between A و B، اوكي، هلاقي ان الاوبتيكال باث او الري اللي هيمر بيه هو عبارة عن ستريت لاين. اوكي، وده الفينومينا البسيطة اللي احنا كلنا يعني بنقولها بشكل بسيط ان اقصر مسافة ما بين تو بوينتس هو الستريت لاين. اوكي، في هوموجينيوس ميديوم طبعا. طيب احنا قلنا ان في بارامتر هيبقى مهم عندنا هو الاندكس اوف ريفراكشن او الريفراكتيف اندكس. اوكي، يبقى معنى ذلك ان ده مرتبط بفكره الريفراكشن اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في محاضرات سابقه. اوكي، هي فكره انكسار للضوء. زي ما وضحنا ان الاندكس اوف ريفراكشن هيساوي السبيد اوف لايت في الفاكيوم او في الفري سبيس على السبيد اوف لايت في الميديوم. فهنلاحظ في التيبل اللي قصاد حضراتكم ده باختلاف الميديوم، يعني لو بتعمل في الفاكيوم غير لما تعمل في الدايموند، غير لما تعمل في الجلاس، في الووتر اند سو اون. اوكي، طيب هنبتدي بقى نشوف ايه اللي هيحصل للريز بتاعتنا، اوكي، على الديفرنت ميديوم. تعالوا نبتدي باشهر ميديوم احنا بنتعامل معاه او احنا يعني عارفينه، هو انتقال من الهواء، اوكي، او من الاير او من الانفايرمنت اير اللي احنا بنتعامل فيها، وهيصطدم مثلا ببلين ميرور.
اوكي او مرايه عندنا. اوكي المرايه دي بقى ليها بعض البارامتر كسورفس يعني، اوكي ليها بعض البارامترز اوكي زي الكلاس مثلا او زي ماتيريال مدهونه جلاسي او ليها كاركترستكس معينه. اوكي هنا بقى هنبتدي نخضع للرول اوف ريفلكشن. اوكي ايه هي رول اوف ريفلكشن في الميرور عندنا؟ ان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس بتساوي زاويه الانعكاس. اوكي معنى ذلك ان الانجل اوف انسيدنس هتساوي الانجل اوف ريفلكشن. اوكي طيب الفينومينا الثانيه اللي هتحصل على اي سورفس هيبقى عباره عن ترانسميشن او انتقال جوه الميديوم او جوه الاذر سايد من الميديوم بتاعي. اوكي فهتبتدي تحصل حاجه تانيه هنسميها ريفراكشن. هنا الريفراكشن ده اوكي هيخضع لي قانون مشهور قوي، اوكي هو اللو اوف ريفراكشن اللي اتكلم عنه ويلبورد سنيل المشهور جدا بسنيل لو. اوكي ده ببساطه زي ما حضراتنا شايفين في الفيجر كده، اوكي ان زاويه السقوط اوكي ليها علاقه بالزاويه اللي بيحصل فيها ريفراكشن او انكسار، اوكي عن طريق الريفراكتيف اندكس. ازاي؟ n1 sin theta 1 بيساوي n2 sin theta 2. طيب حد هيقول لي انت جبت القانون ده، واحنا محتاجين نعرف ايه البيزك كونسبت اللي اتبنى عليها القانون اللي حضرتك بتتكلم عنه. تعالوا كده نقول ان احنا زي ما اتفقنا اللايت ده عبارة عن ري هيسقط اوكي between two different medium. تعالوا نسمي الميديوم دول كل واحد ده medium 1 medium 2، ده له refractive index n1 وده له refractive index n2. هيسقط الري بتاعي اوكي هنفترض ان احنا عندنا كده sample ل two different rays. اوكي واحد كده هيسقط اولاني هو عند بوينت بي، واحد هيسقط عند بوينت اي. اوكي كلام جميل. طيب لو رسمنا ببساطة كده خدنا النقطة اللي هو بيسقط فيها واسقطنا نورمال على الاذر ري، نفس القصة لو اسقطنا من النقطة دي نورمال على الريفراكتد لانه هيبقى سابقه بقى في التايم. اوكي واحنا عارفين المسافة اللي ما بينهم اللي هي الدي. طيب تعالوا نحسب ببساطة كده حاجة ليها علاقة بزاوية السقوط ثيتا 1. اوكي ثيتا 1 اللي هي نفسها هنا ثيتا 1، اوكي بما ان ده نورمال وده نورمال يعني الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بتساوي ثيتا 1. ثيتا 1 الساين بتاعها بيساوي ايه؟ بيساوي اكس اللي هو المسافة اللي قطعها هنا على دي، اوكي ان هي المسافة ما بين التو ريز. نفس القصة هنطبقها في ثيتا 2، فهيبقى الساين ثيتا 2 بيساوي واي على دي. اوكي ده كلام بسيط اوي. طيب السرعة بتاعة الري اي اوكي والسرعه بتاعه الري بي ده في ميديوم وده اصبح في ميديوم تاني. اوكي السرعه هنا هتساوي ايه؟ هتساوي المسافه في تايم، والسرعه هنا هتساوي المسافه في تايم. اوكي سوري المسافه على تايم. اوكي فببساطه السرعه بتساوي اكس على تي في 1 والسرعه الثانيه بتساوي y over t. اوكي هنا التايم هو هو اوكي فهيبقى x على y. طيب نشيل x بقى ونعوض عنها بساين ثيتا 1 تايم d على ساين ثيتا 2 تايمز d. اوكي يبقى d هيحصل لها elimination. اوكي هيصبح الايكويشن بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن x على y اوكي بتساوي v1 على v2 بتساوي sin theta 1 على sin theta 2. طيب السرعة اللي هي v1 لو قسمتها على سرعة الضوء في الهواء
لا سوري في الـ free medium بتاعنا، اوكي، فهيبقى v1 على c على v2 على c، يبقى c هيحصل لها elimination، اوكي، بس v1 على c اللي هو مقلوب الـ refractive index في الميديم الأولاني اللي هو 1 على n1، نفس القصة 1 على n2. يبقى هستنتج الـ equation الخاصة بسنيل إن n1 sin theta 1 بيساوي n2 sin theta 2. جه حد اسمه بريفستر، اوكي، سؤال كده قال ايه بريفستر ده؟ قال بشكل بسيط خالص للموضوع، قال لك ان الزاوية، اوكي، لو تخيلنا كده ان الريفلكتد، لو احنا عندنا ريفلكتد وعندنا ريفراكتد، اوكي، احنا اتكلمنا ان الريفلكتد زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، اوكي، فالريفراكشن n1 sin theta بيساوي n2 sin theta 2 طبعا، اوكي، فقال لك ان في انجل كده وهسميها باسمي، اوكي، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الانسيدنت انجل اللي هتخلي الريفلكتد ريز والريفراكتيف او ريفراكتد ريز يبقوا بيربنديكولار على بعض، اوكي، يعني الزاويه اللي ما بين البارت اللي حصل له هنا، انا اسقطت هنا الانسيدنت، هنا حصل له ريفلكشن بنفس الانجل، وهنا حصل له ريفراكتد بانجل تانيه، فقال لك الزاويه بقى ثيتا بي دي اللي احنا هنسميها اللي هتخلي الزاويه ما بين الريفراكتد والريفلكتد هي نورمال، يعني 90 درجه، اوكي. يبقى باستنتاج بسيط كده هنستنتج ان الفا وبيتا المجموع بتاعهم بيساوي 90، اوكي، وببساطه الفا بتساوي ثيتا بي، اوكي، يبقى معنى ذلك ان ثيتا بي بلس بيتا بيساوي 90، اوكي. طيب وفي نفس الوقت البيتا، اوكي، هتساوي ايه؟ هتساوي ثيتا، اوكي، فاصبح ايه؟ هصبح الفا بلس بيتا، اوكي، بيساوي 90، ثيتا بلس الفا بيساوي 90، اوكي. يبقى ببساطة لو عوضنا في الاكويجن بتاعتنا عن ثيتا بي بعبارة عن ايه؟ 90 ناقص بيتا، اوكي، وعوضنا عن ثيتا بنفس القصة 90 ناقص الالفا بتاعتنا، اوكي، يبقى معنى ذلك ان n1 sin بيتا، اوكي، هيساوي ايه؟ هيساوي n2 sin ثيتا، دي الايكويجن المفروض الاساسية بتاعتي، اوكي، هيساوي ايه؟ هيساوي n2 sin بيتا، اوكي، وهيساوي n2 cosine ثيتا بي، اوكي، طبعا من التو ايكويجن زي ما حضراتكم شايفين، اوكي. يبقى ببساطه كده انا ممكن اجي اقول ايه، حاجه اقول سامبل بسيطه، لو قسمت التو ايكويجن على بعض هتبقى تان ثيتا بي اللي هي زاويه السقوط بتاعتي بتساوي n2 على n1. يبقى لو تحقق ان التو ميديمز بتاعتي الريشيو بتاعتهم n2 على n1، اوكي، بيساوي تان ثيتا بي، اوكي، يبقى ساعتها هيطلع زاوية السقوط مع زاوية الانعكاس، اوكي، تخلي لي ان الريفراكتد ريز والريفلكتد ريز بيربنديكولار على بعض، دي طبعا سبيشال كيس يعني من الريفراكشن والريفلكشن. طيب الشكل البسيط اللي احنا شفناه ده هي فكرة الديسبرجن. فكرة الديسبرجن هي عملية سيبريشن بتحصل لللايت، يعني بيتحول لسبكترم، اوكي، مبني على ايه؟ مبني على فكرة الريفراكشن. طب مين المسؤول عن الريفراكشن؟ هو الاندكس اوف ريفراكشن. طيب الاندكس اوف ريفراكشن ده فانكشن في الويف لينث، عشان كده احنا بنلاحظ في فكرة الديسبرجن او تحول اللايت بتاعنا ليه ديفرنت، او الوايت لايت يعني الضوء الابيض بتاعنا ليه ديفرنت ويف لينثز، اوكي، ليه؟ لان ده مبني على الاندكس اوف ريفراكشن، اوكي. طيب
ببساطة كده في حاجة بتقول لي إن كل ما كان الـ wavelength عالي، يعني كل ما كنت بتكلم على longer wavelength، كل ما كان الـ index of refraction قليل. أوكي؟ عشان كده الـ red مثلا له less أو refracted less than الـ violet. أوكي؟ زي ما احنا بنشوف كده من واحنا صغيرين في موضوع البرازم وموضوع الديسبرجن اللي بيحصل. اوكي، يبقى هنفترض ببساطة كده ان الريد لايت هيحصل له ترافلنج فاستر في الكلاس بتاعي، اوكي، علشان هو له سمولر اندكس اوف ريفراكشن، اوكي، وهيحصل له بندنج بشكل اقل مقارنة مع الفايلوت اللي له لارجست اندكس اوف ريفراكشن، وبالتالي هيحصل له بندنج مور. اوكي، ده اللي بيخلي لي الاضواء بتتجزأ تبعا لإيه؟ تبعا للويف لينثز أو الفريكونسي بتاعها. يبقى كل ما الفريكونسي هتزيد كل ما البندنج هيزيد. كلام جميل. زي ما أنتم ملاحظين كده إن البروسيس بتاعتي مبنية على جزء كبير منها هيبقى مبني على جيومتريكال بروسيس. أوكي؟ طيب الجيومتريك بروسيس بقى اللي هتحصل دي، لو لاحظنا كده، أوكي؟ ان احنا عندنا اوبجكت هيسقط على لانس او ميرور، اوكي، هيبتدي يتكون حاجه هنسميها الايمج، اوكي، او الصوره بتاعتي. طيب الصوره دي بقى هتبقى فين؟ هل هتبقى في نفس المكان اللي موجود فيه الاوبجكت؟ هل هتبقى في مكان behind الاوبجكت؟ اوكي، ده اللي احنا هنعرفه من انواع الاوبتكس اللي احنا هنتعامل معاها، الميرورز، البلانر والكونكيف والكونفكس، واللانس سواء الكونفرجنج لانس او الدايفرجن لانس. اوكي، كلام جميل. اوكي، في اشكال مختلفه سواء بقى ميرورز او لانسز هنتعرف عليهم بالتبعي. اوكي، طيب الفيرتشوال ايمج، اوكي، في البلين ميرور، حضرتك وقفت قدام المرايه، اوكي، ببساطه كده اتكونت صوره اللي احنا بنشوفها من المرايه. اوكي، الصوره دي هي عباره عن فيرتشوال، اوكي، يعني هي المفروض انها متكونه بيهايند الميرور بتاعك، اوكي، زي ما هنتعرف كمان شويه. اوكي، دي ببساطه كده بنسميها فيرتشوال ايمج. اوكي، كلام جميل. خلينا نشوف اكزامبل بسيط لتكوينها. اوكي، ادي الاوبجكت بتاعي. اوكي، هيسقط ري. اوكي، هيحصل له لو هو سقط نورمال اهو هيحصل له ريفلكشن. اوكي، هيسقط على نفترض هنا النقطة السنتر في الميرور بتاعنا. اوكي، هيحصل له انعكاس. اوكي، اللي بيكون لي الايمج هو ايه؟ هو ببساطة الانترسكشن اللي بيحصل. طبعا لو احنا بصينا على اللاين ده واللاين ده مش هيحصل انترسكشن بينهم غير في الاكسبانشن بتاعهم او الامتداد بتاعهم. اوكي، طيب فبالتالي لو بصيت على الامتداد بتاع البوينت ده، اوكي، مع الامتداد بتاع البوينت ده هيحصل هنا تكون، عشان كده بنسميها فيرتشوال، هي حاصله بيهايند الايمج بتاعتي. اوكي، ببساطه بنطبق نفس الريليشن اللي احنا بنتكلم عنها. اوكي، الريليشن بتوين الانسيدنس انجل والريفراكتد انجل. اوكي، لو افترضنا ان الميديم بتاعنا، اوكي، هو الكلاس اللي هيعدي فيه between two different refractive index N1 و N2، اوكي، هيبقى عندنا نوعين. اول نوع هنسميه external refraction، ده لما N1 تبقى اصغر من N2. اوكي، يبقى ساعتها هنتوقع ان الريز اللي هيتم اسقاطها، اوكي، بي سمول ريفراكتيف اندكس، يبقى ثيتا 2 هيبقى اصغر من ثيتا 1.
اوكي، والرفراكتيف اندكس هيبعد عن الباوندري او الفاصل ما بين التو ميديم بتوعي. ايه اللي هيحصل بقى لو حصل حاجه فينومينا بقى مشهوره قوي اسمها انترنال ريفراكشن؟ اوكي، هنا بقى الانسيدنت راي هتبقى من ميديم لو هاي ريفراكتيف اندكس، فهيصبح الثيتا 2 هتبقى اعلى من ثيتا 1. اوكي، يبقى معنى ذلك ان هنا الريز دي هتقرب ناحيه ايه؟ هتقرب ناحيه الباوندري عندي. اوكي، طيب لو القيمتين بتوع الانجلز دول صغيرين قوي، اوكي، هنوصل لحاجه هنسميها البارا اكسيال ريز. اوكي، يعني الثيتا صغيره قوي، فانت ممكن تعتبر في الاثبات بتاعك او البروفز بتاعك ماثيماتيكالي حتى ان ساين ثيتا هيساوي ثيتا. ده امتى؟ لما تكون الانجل بتاعتي صغيره جدا. اوكي، طيب ايه اللي هيحصل بقى في الكيس اللي فيها total internal reflection؟ ريفلكشن، خلي بالك بقى هنا. اوكي، هنا هيحصل ان n1 اكبر من n2، فالانجل اوف ريفراكشن هتبقى اكبر من الانجل اوف انسيدنت. اوكي، طيب لو ثيتا 1 بقى فضلت تزيد، ايه اللي هيحصل في ثيتا 2؟ ما هي ثيتا 2 هتبقى ازيد من ثيتا 1. طب لو انا اسقطت الاشعه بزاويه اعلى، يبقى ثيتا 2 هتفضل تزيد. تزيد لغايه امتى؟ لغايه ما توصل للنورمال، اوكي، للزاويه 90. اوكي، دي بقى اللي احنا ساعتها هنسمي زاويه السقوط او الانسيدنت انجل، هنسميها الكريتيكال انجل. اوكي، يبقى ساعتها n1 ساين زاويه السقوط او الكريتيكال انجل بتساوي n2 ساين 90، اوكي، اللي هي ايكوال 1. يبقى ساعتها لو الثيتا او زاويه السقوط بتاعك او الانسيدنت انجل بقت عباره عن ساين انفرس n2 على n1، اوكي، خلي بالك n2 دي بتاعه الميديم الثاني وn1 بتاعه الميديم الاولاني، دي ما بتتغيرش، ده على حسب الميديمز اللي انت بتتعامل معاها. اوكي، اقصد ما بتتغيرش لنفس الميديمز يعني. اوكي، لكن اللي بيتغير ايه؟ هو الانجل بتاعه سقوط الاشعه بتاعتك. كلام جميل. طبعا هنا بقى هيتجلى فكره التوتال انترنال ريفلكشن. اوكي، بمعنى اللي احنا ممكن نستخدمها ان اللايت كله هيحصل له ريفلكتد انسايد الميديوم بتاعي. اوكي، وده بقى طبعا الفينومينا دي هي اللي بيستفيدوا بيها بالفايبر اوبتكس وكل الاوبتيك سيستمز، اوكي، اللي احنا بنشوفها انتقال بقى سواء داتا زي ما بتسمعوا كده بينقلوا الداتا الخاصه بالانترنت عن طريق الفايبرز اند سو اون. اوكي، يعني ليه؟ ببساطه لان انا اقدر ابعت الداتا وذ مينيمم لوس للداتا، لان انا ببعت لايت طبعا له سرعته، سرعه اللايت. اوكي، فبستفيد من الحدوته دي. كلام جميل. يبقى ده الفكرة ان انا لو اسقطت لايت as a ray على mirror عبارة عن planar mirror. طيب لو اسقطتها على parabolic، اوكي، يعني واخد شكل البارابولا، اوكي، لو هنا حاجة بقى هتبتدي تظهر عندنا اسمها focal length، اوكي، او focal length، اوكي، هنرمز لها بالرمز F. اوكي، كلام جميل. زي ايه يا سيدي؟ زي الاكزامبلز اللي حضراتكم شايفينها دي. اوكي، دي عباره عن ميررز، اوكي، بيسقط عليها لايت. اوكي، بيتم بقى على حسب الفانكشناليتي اللي احنا هنشوفها كمان شويه، ممكن تجميع الريز دي في مكان معين في فوكال بوينت معينه، اوكي، اند سو اون. طيب السفيريكال ميرور، السفيريكال ميرور اسهل طبعا في الفابريكيشن من البارابوليك، اوكي، بس الفوكسنج بقى بتاع اللايت مختلف عن البارابوليك.
الفوكس بتاع اللايت في البارابوليك بيبقى في 1 بوينت، هنا لا، هنا البوينتس بتبقى مختلفه، الا اذا الريز دي كانت قريبه جدا 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 من الاكزيال بتاع المانر بتاعك، يعني قريبه كده من السنتر بتاعك، اوكي؟ يبقى ساعتها هيبقى هتتجمع في نقطه، اوكي؟ هتبقى عباره عن الريديوس بتاع المارور بتاعي مقسوم على 2 اللي هو الفوكس لينس. يبقى لو الأشعة قريبة جدا، أوكي، أو الأشعة دي بارا أكسيال يعني تقريبا بارالل على الأوبتيك أكسس، أوكي، الأنجلز بتاعتي هتبقى سمول أنجل. كلام جميل. طيب الأنواع بقى المختلفة للميررز عندنا هتبقى إيه؟ زي ما احنا كلنا عارفين الكونكيف والكونفكس ميرور، ده طبعا ده احنا لو بنتكلم على الكيرفد ميرور، أوكي؟ زي البلان أو البلانر ميررز اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. الكونكيف ده بيرفلكت اللايت في الانر سيرفس بتاعي، زي كده بيرفلكت اللايت في الانر سيرفس، زي ايه؟ زي المعلقه بتاعتنا، حضرتك ممكن تبص على المعلقه اللي انت بتاكل بيها وانت بتسمعني كده، اوكي، هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ الريفلكشن حصل انر جوه الميديم بتاعك، اوكي، او على الانر سيرفس، اوكي. في حين بقى في حاله الكونفكس، اوكي، هيحصل ريفلكشن من الاوتر، فانا همسك نفس المعلقه دي بس المره دي هقلبها بقى، اوكي، فهيحصل الريفلكشن من الاوتر سيرفيس، اوكي. كلام جميل. طيب الكونكيف ميرورز زي ما احنا شايفين كده الكيرفد انورد، اوكي، ممكن تتكون الصوره ريل وممكن تتكون فيرتشوال ايمج، اوكي. طيب هنشوف كمان شويه ازاي ريل وازاي فيرتشوال، اوكي. الكونفكس، اوكي، عادة بتتكون virtual image، اوكي، الكيرف اوتورد، اوكي، زي ما انتوا شايفين كده ان ده اللي احنا بنشوفها في المرايات بتاعة العربيات، اوكي، ودايما بيبقى فيه كوشنز مكتوبة لنا كده بتقول لنا ايه، خد بالك ان الاوبجكت هتبان ان هي اصغر واقرب في بعض الاحيان، او ساعات يقول لك اكبر واقرب من الحقيقة، اوكي، سوري، ان في الحقيقه ممكن يكون الاوبجكت اقرب من اللي ظاهر لك، وهكذا، يعني الاثنين valid ان هو يحصل. طيب تعالوا بقى نشوف ايه اللي بيحصل، وعشان نفهم بقى ريل والاوبجكت هيتكون فين and so on. طيب هناخد بس المين بارامترز اللي هيتكرروا في كل حاجه سواء الميرورز او اللينس، وهنمشي عليهم واحدة واحدة كده ونفهمهم بسرعة، ومن المفترض ان حضرتك كده معاك ورقة وقلم وتعمل ستوب للريكورد بتاعي وتحلها من نفسك وتعرفني الاوبجكت ده هيبقى موجود فين. طيب خلينا نبتدي كده، ادي الميرور بتاعتي زي ما اتفقنا هيبقى ليها فوكس لينس او فوكال لينث عندي، وهيبقى ليها السنتر بتاع الميرور عندي، وادي الاوبجكت اللي انا بتعامل معاه، اوكي. عندي اول ري هيسقط اللي هو بارل على الاكسيال، هيسقط على الميرور، اوكي، زي ما شفنا في البلانر كده، اوكي، فده هيحصل له تجمع زي ما قلنا في الفوكس لينس، اوكي. الري التاني هيمر بالفوكال لينس، اوكي، وهيسقط على الميرور فهينعكس بارلل على الاكسيال بتاعي، اوكي. طيب الاثنين دول هيتقاطعوا في مكان، فين المكان؟ برافو عليك، ادي المكان اللي هتقاطع فيها الايمج، اوكي. يبقى الايمج هتتكون هنا، الايمج اتكونت في نفس السايد اللي موجود فيها الاوبجكت، فانا هستنتج ان الايمج دي ريل ايمج، اوكي. كلام جميل. طيب ايه علاقة الاوبجكت ده؟ الاوبجكت ده باصص لأعلى كده، الاوبجكت ده باصص لأسفل، فمعنى ذلك ان هو inverted، اوكي. تاني حاجة، تالت حاجة السايز بتاعي، السايز بتاع الاوبجكت هنا،
زي ما انتم ملاحظين اكبر من هنا، فمعنى ذلك ان الصورة بتاعتي اصغر من الصورة بتاعتي الاوبجكت بتاعتي. طيب دي ستيل كونكيف، انا كل اللي عملته ايه؟ حركت مكان الاوبجكت. حد هيقول لي الدنيا هتختلف؟ تعال نشوف، نطبق نفس الرول بالظبط. اول ري هيسقط بارل، هينعكس على الفوكر، كلام جميل. تاني ري هيسقط على الفوكر، هينعكس بارل. انت ملاحظ الصورة اتكونت فين؟ اتكونت اهي في الجزء ده. اوكي ستيل في الريل سايد مش في الفيرشوال سايد، ستيل انفرتد. اوكي بس المرة دي بقت لارجر في السايد بتاعي، لارجر في السايز بتاعي. اوكي طيب تعالوا نشوف لو الصورة كمان اتشفتت البارت الاخير. اوكي حد بقى يقدر يحلها كده؟ يلا خلينا نشوف. اول ري هيسقط بارل، هينعكس في الفوق، ده كلام جميل. تاني ري هيسقط في الفوق، تمام، مفروض ان هو هيسقط كده. اوكي معنى ذلك ان هو مش هيستمر في الـ في الـ مش هيخبط في المرر بتاعي، فانا هاخد الاكستنشن بتاعه هو اللي هيخبط، هينعكس بارل. طيب ادي الخط الاولاني وادي الخط التاني، هيتقاطعوا فين؟ خد بالك بقى، هما دول واضح ان هما مش هيتقاطعوا. اوكي في الريل سايد اللي هيحصل بقى ان الاكستنشنز بتاعتهم بتاعت الخطوط اللي حصل لها ريفلكشن، يعني ده اللي اسقط، اوكي ده اللي حصل له ريفلكشن، فانا هاخد الامتداد بتاعه وهاخد الامتداد بتاع البارت التاني اللي حصل له ريفلكشن. اوكي فهتتكون الصورة اهي. خد بالك بقى هنا ان الصورة ظهرت في الفيرشوال سايد. اوكي ظهرت upright يعني ما ظهرتش inverted، وفي نفس الوقت ظهرت larger في السايز عندي، كلام جميل. طيب تقدر تقول لي بقى ايه اللي هيحصل لو الاوبجكت بقى عند السنتر بالظبط؟ تعالوا نشوف، ادي الاوبجكت عند السنتر بالظبط. اوكي هيسقط كده هيحصل له ريفلكشن، اوكي هيسقط كده هيحصل له ريفلكشن. هتاخد بالك من حاجه ان الايمج هتتكون برضو عند السي، هيحصل لها انفرشن او انفرتد وهيبقى ليها نفس السايز. انت بقى اللي هتقول لي هيحصل ايه لو عند الاف. لو عند الاف فمن المفترض ان الاوبجكت اول حاجه هيسقط بارل ويتعكس كده، اوكي والحاجه الثانيه ان هو يسقط على الاف ويمر باللينس، فهو استحاله هيمر باللينس. اوكي سوري بالميرور بتاعتي لو اسقط ما بين الاوبجكت والاف بما انه واقف عند ال. اوكي ليه؟ لان كل الريز هترفلكت على بارلل للبرنسبل اكسس، فمعنى ذلك ان هما هيتقابلوا فين ان شاء الله؟ تمام برافو عليك، هما هيتقابلوا في الانفينيتي، فمعنى ذلك ان الصوره مش هتتكون عندي. اوكي طيب الكونفكس بقى ميرور ليها نفس البروبرتيز بتاعت الكونكيف. اوكي الفرق ايه؟ ان في الكونفكس هي الفوكال لينس بتاعي في النيجاتيف سايد، في السايد ده. اوكي لو انا خدت ان ده البوزيتيف سايد. اوكي طيب خلينا نشوف ان دايما هنا بقى احنا بنتكلم على الدايفرجنز اللي بتحصل، يعني انت اللايت هيسقط كده هيحصل له دايما دايفرجنز. اوكي فاحنا بنتكلم ان التكوين دايما اللي هيحصل هيبقى في الفيرشوال سايد، ماشي. طيب تعالوا نشوف اكزامبل. اول اكزامبل اهو، ادي الاوبجكت، الصوره هتتكون فين؟ برافو عليك. اوكي ادي الري الاولاني، اوكي هيسقط بارل، اوكي هينعكس اهو دايفرجن طبعا،
اوكي الامتداد بتاعه مفروض واصل للفوكال لينس، ده مفروض هيوصل للفوكال طبعا هيخبط هنا وينعكس، الاتنين دول هيحصل لهم intersection زي ما انت شايف، فهو virtual في ال virtual side طبعا، اوكي upright مش inverted و smaller في السايز. كلام جميل. طيب تعالوا بقى نشوف ال equations اللي ال mirrors او ال lenses اللي احنا هنتكلم شوي كمان شوية عليها هتخضع لها، في major كده equation اوكي كلنا هنبقى فاكرينها اوكي مع بعض. طيب تعالوا نشوف كده، ادي الاوبجكت بتاعي اوكي، هرسم خط كده ما بين الاوبجكت والميرور عندي اوكي، وبعدين عندي نقطة هنا اللي هيتكون فيها الامج اوكي، وعندي السنتر بتاع الميرور بتاعتي دي اوكي. طيب عندي شوية triangles كده موجودة في السيستم ده اوكي، اول حاجة الزاوية هنا او البيتا اوكي هتساوي ايه، هتساوي الثيتا بلس الالفا اوكي. طيب الجاما هنا هتساوي ايه، هتساوي الثيتا بلس البيتا اوكي، فانا ممكن ببساطة كده اشيل البيتا واحط مكانها ثيتا بلس الالفا بتاعتي اوكي، سوري الجاما بتاعتي هتساوي ايه، هتساوي اتنين ثيتا بلس الالفا اوكي، يعني الماينس جاما ممكن يساوي اتنين ثيتا ماينس الفا اوكي. نقاد بقى الاتنين equation، انا كل اللي عملته ضربت هنا في اتنين اوكي عشان هنا عندي 2 ثيتا بس اوكي، ونقاد التو equations مع بعض، الثيتا هتطير هيبقى عندي 2 بيتا ماينس جاما بيساوي الالفا. كلام جميل. طيب نشوف الجزء ده، الجزء ده من الأشعة اوكي من الميرور، انا خدت جزء من الميرور اس، الميرور دي ليها radius r، مفروض ان ساين بيتا اوكي هيساوي اس اوفر الار اوكي، معنى ذلك ان الاس هتساوي الار في ساين بيتا اوكي، وزي ما قلنا كده احنا هنعتبر ان الزاوية بتاعتنا اللي احنا هنتعامل بيها البيتا بتساوي ساين بيتا اوكي، او الزاوية يعني بتساوي ساين الزاوية عندنا اوكي، فمعنى ذلك ان الاس هتساوي الار في البيت، نفس الكلام هيتطبق طبعا، ده كله كايند اوف يعني ابروكسيميشنز بيحصل مع التعامل مع اللينز اوكي. الالفا اوكي هنطبق نفس القصة اوكي، ان الالفا هتساوي الاس اوفر المسافة بتاعتنا دي اللي هو المسافة ما بين الاوبجكت والسنتر بتاع سوري النقطة اللي على الميرور بتاعتي اللي بتمر بيه السنتر اوكي. نفس القصة اوكي لو بصيت على الجاما اوكي هتساوي الاس على المسافة ما بين الامج وانه الخط اللي بيمر بيه او النقطة اللي على الميرور اللي بتمر بيه السنتر بتاعي اوكي. ده كله ليه؟ لان انا فارض الريز بتاعتي هتطلع بارل للاكسيز بتاعتي وقريبه منها جدا، فاقدر اطبق موضوع الزوايا دي في الابلكيشن بتاعي. طيب يبقى كونكلوجن كده، بيتا بتساوي اس اوفر ار، الفا بتساوي اس اوفر دي نوت، جاما بتساوي اس اوفر دي اي، اقدر اعوض في الايكويشن بتاعتي دي زي ما انتم ملاحظين الاس اس اس هي البارامتر موجود اوكي، يبقى معنى ذلك اقدر الاشي او اشيل الاس من both sides من left و right hand side اوكي، هيطلع لي 2 over r بيساوي 1 over ال distance مع الامج plus 1 ال distance مع الاوبجكت. طب الار ده اللي هو عبارة عن ايه؟ زي ما قلنا دبل الفوكال لينس بتاعي اوكي. يبقى هنوصل للconclusion المهمة
اوكي اللي بتتطبق في الكونفكس والكونكيف ميرور، وبتتطبق كمان في اللانسز، بس هيحصل تغيرات في الإشارة زي ما هنشوف كمان شوية. 1 over f اوكي equal 1 over الديستنس من الايمج بلس 1 over الديستنس مع الاوبجكت عندنا. اوكي طيب الديستنس بقى بتاعت الاوبجكت خلاص انا عارفها، الديستنس بقى بتاعت الايمج هتختلف بالاشاره بتاعتها، هتبقى بوزيتيف في حاله انها ريل ايمج، هيبقى نيجاتيف في حاله انها فيرتشوال ايمج. اوكي نفس القصه بالنسبه للفوكال لانس، الفوكال لانس احنا قلنا اتفقنا ان الكونكيف ميرور هيبقى الفوكال لانس بالبوزيتيف، الكونفكس ميرورز هتبقى بي ان. اوكي كلام جميل. طيب الفاكتور التاني اللي هيهمني هو فكرة الماجنيفيكيشنز. اوكي يعني لو الاوبجكت له نفس السايز بتاع الايمج خلاص يبقى الماجنيفيكيشن ايكوال 1. اوكي اما لو الاوبجكت higher or lower او smaller او larger than الايمج بتاعتي يبقى ساعتها هيبقى عندي magnification number. اوكي هو علاقة ال height بتاع الايمج على ال height بتاع الاوبجكت اللي هو minus المسافة او ال di على ال d بتاعة الاوبجكت. اوكي كلام جميل. طبعا ناخد بالنا ان الـ positive values بتاعة الـ magnifications اوكي هتقول لي ايه؟ هتقول لي انك عندك a bright image، اما لو عندك negative value فانت هتقول لك انك عندك virtual image. عشان كده احنا هنا لو انتم ملاحظين هي minus di على do. اوكي كلام جميل. طيب ده بالنسبة للميرورز، هل الموضوع هيختلف في اللانسز؟ تعالوا نشوف. اوكي عندنا برضو conversion lens، عندنا divergence lens. اوكي conversion معناها ان انا لما بسقط اللايت اهي اوكي بيتجمع او بيحصل له conversion في نقطة، هنا لو بسقط اللايت من المفترض ان بيحصل له divergence في نقطة، divergence طبعا. اوكي Actually اللينس ده عبارة عن ايه؟ هي materials برضو زي glass و plastic and so on ليها refractive index و refractive index اعلى من الواحد. اوكي واللي احنا هنلاحظه كده ان اللينس دي بالشكل يعني المبسط هي عبارة عن two faces او two parts من sphere. اوكي ممكن يبقوا convex وممكن يبقوا concave. اوكي طيب لو اللانث ليها ثيكر في السنتر بتاعي اكتر من الايجز اوكي هيبقى الكونفكس. اوكي اللي هو مكون من اتنين اهو زي ما انتم شايفين. اوكي اما لو وهنشوف بعد كده ان طبعا هنا هنتقابل في الفوكال بوينت بس هنتكلم على القصه دي كمان شويه. اوكي اما لو عندنا الثينر بيحصل في السنتر السنتر بتاعي والايدجز بتبقى ثيكر ذان السنتر اوكي يبقى هنبتدي نشوف الكونكيف لانس او الدايفرجنز اللي هيحصل. تعالوا نبتدي بالكونفكس لانس. اوكي زي ما قلنا كده الأشعة زي ما انتم شايفين كده في الصورة هي بتعمل ماجنيفيكيشن. اوكي هنلاحظ بقى ان الريل ايمج هتتكون. اوكي وممكن كمان الفيرشوال ايمج هتتكون. هنا هنعتمد على ايه؟ برافو عليكم، زي القصة اللي احنا قلناها في الكونكيف ميرور هنا هتعتمد على البوزيشن بتاع الاوبجكت. اوكي اما في الكونكيف ميرور لينسز هنا هيحصل دايفرجنس وهنا كل الايمج هيحصل لها ريديوسينج. اوكي طيب تعالوا نشوف اكزامبل. اوكي ادي الصوره بتاعتي. اوكي في عندي
سبيشال ريز كده زي ما بنقول، الأشعة اللي هي بتنطلق ان بارل هتتجمع مفروض، أو هيحصل لها ريفراكشن عند الفوكال بوينت. الأشعة اللي بتمر بالسنتر هتستمر زي ما هي، مش هيحصل لها ريفراكشن. الأشعة اللي مرت بالفوكال بوينت بس في الناحية التانية، اوكي، ما هنا في فوكال بوينت وهنا في فوكال بوينت، اوكي، هتنعكس من المفترض انها بارل على الاكسيال بتاعي، اوكي، كلام جميل. هنا زي ما اتفقنا بقى ان الفوكال لانس بالنسبة لي اللانسز مشابه للمير، اوكي، وعندنا الدبل فوكال لانس اللي هو السنتر بتاع الميرور بتاعي، اوكي. بس هنا بقى فكرة السنتر يمكن ما تبقاش موجودة بنفس الحدوتة، لان انا ما عنديش هنا ميرور، اوكي، ما يعني السنتر بتاع اللينس المفروض في النص هنا، اوكي، مش هنا بقى، اوكي. فبالتالي انا ما بعتبرش ان 2F ده حاجة اسمها سنتر اوف كيرفيتشر، اوكي، لانه مش ريل وان. طيب اتفقنا كده ان الاشعه اللي هيتم اسقاطها هنا هيحصل لها ريفلكشن عن الاف، زي ما انتم شايفين كده الاشعه اللي هيتم اسقاطها كده هيحصل لها ريفلكشن عن الاف، والاشعه اللي هيحصل لها اسقاط على الاف هتطلع بارل، اوكي. ناخد بالنا بقى من نقطة كده، طيب ناخد بالنا من نقطة مهمة كده. لو انت لاحظت ان مفروض الأشعة هتسقط على اللانث، صح؟ فمفروض ان يحصل لها هنا ريفراكشن، بعد كده يبقى في ميديم تاني هنا، يعني هنا هوا، وبعد كده الميديم بتاع اللانث بتاعي، وبعد كده هوا، اوكي. فمفروض ان يحصل انكسارين الحقيقة، اوكي. احنا فور سمبليفيكيشن بنفترض ان الفيرتيكال اكسس اللي موجود ده، اوكي، ده هو الابروكسيميشن اللي احنا بنعمله. ليه؟ لان فعليا المفروض ده اللي يحصل هنا، يبتدي يحصل ريفراكشن، وبعد كده على البارت التاني يبتدي يحصل ريفراكشن بهذا الشكل. السمبليفيكيشن اللي احنا بنعمله او الاسامشن اللي احنا بنعمله ان الفيرتيكال اكسس ده هو اللي هيبتدي يحصل عليه فكرة الريفراكشن، اوكي. طيب نشوف في الكونفكس لينس كده، اوكي، زي ما قلنا لو الاشعه طلعت بارل للاكسيال بتاعنا هتحصل لها ريفلكشن في الاف او في الفوكال بوينت، اوكي. لو الاشعه هترافل من الفوكل او هتمر على الفوكل، اوكي، هيحصل لها ريفلكشن او ريفراكشن، سوري، على ال بارل للاكسيال بتاعي او البرنسبل اكسيال بتاعي. اما لو هو مر بالسنتر زي ما اتفقنا هنا هيخرج بنفس الدايركشن اللي هو مشي بيه. يلا تعالوا نشوف بقى لو الاوبجكت موجود هنا ايه اللي هيحصل. تمام، هيمر التاني بالفوكال بوينت، هي انترسكت هنا، اتكونت الايمج بقت ريل وانفرتد وسمول. انتوا بقى اللي هتحلوا دي. تمام، اللي حصل ريل وانفرتد ولارج، اوكي. خلي بالك ليه قلنا هنا ريل، لان الوضع الطبيعي في اللانس ان هو الايمج هتتكون في الجزء ده، اوكي، عكس المرئي يعني. طيب لو الاوبجكت هنا، تمام، خد بالك بقى هنا الايمج بقت فيرتشوال، اوكي، وابرايت، اوكي، ولارجر ذان ذا اوبجكت، اوكي. نقدر بقى نتعامل مع الكونكيف لانس بنفس الطريقة، اوكي. لو الأشعة اسقطت بارلل اكسل
هيحصل لها ريفراكشن، طبعا هيحصل لها دايفرجن زي ما اتفقنا، والامتداد بتاعها هو اللي هيحصل له فوكس في الفوكال لانس. اوكي، لو الأشعة الامتداد بتاعها مر بالفوكال لانس، اوكي، يبقى هيحصل لها ريفراكشن بارل. لو مر بالسنتر، وهنلاحظ هنا ان التقاطع هيكون لي الصورة عندي. اوكي، زي ما انتم شايفين التقاطع بتاع الامتداد بتاعي هو اللي هيكون لي الصورة عندي. اوكي، طيب هل هيفرق بقى؟ لا، الحقيقة ان هنا اللي هيحصل ان لو الاوبجكت موجود في اي اتجاه دايما هيبقى موجود في نفس السايد اللي موجود فيه الاوبجكت، او الايمج يعني هتتكون في نفس السايد اللي موجود في الاوبجكت بتاعي. اوكي، طيب في اللانس بقى هنطبق زي ما قلنا نفس القانون، الدي اي او الايمج ديستانس بتاعتي هتبقى بوزيتيف في الريل، هتبقى نيجاتيف في الفيرتشوال. الفوكال لانس هيبقى بوزيتيف في الكونفكس لانس، هيبقى نيجاتيف في الكونكيف لانس. اوكي، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا كده بالمحاضرة النهاردة اللي هي بتتكلم على مجموعة من الاوبتكس. اوكي، من المفترض المحاضرة القادمة ان شاء الله هنتكلم بقى على الابليكيشنز بتاعة الاوبجكتس دي، زي ما انا حاطط لكم كده ريفرنسز كتيرة قوي، اتمنى انكم يجيلكوا وقت وتبصوا عليها. احنا النهاردة اتكلمنا على ايه؟ ان احنا هنتعامل مع اللايت از ريز. اوكي، الريز دي هيبقى ليها بعض الجيومتريك اوبتكس، هنا بقى بنعتمد على الجيومتريك، الخصائص الجيومتريكال. اوكي، وبيزد على الميديومز المختلفه اتعرفنا على ريفراكتيف اندكس، بعدين اتعرفنا على انواع للميررز واللانسز وازاي اللايت هيتعامل. ماشي، طبعا في الاوبتكس لو اتكلمنا عن البارت بتاع البصريات ده حاجات كتيره قوي. اوكي، عشان بس الناس ما تتخيلش ان احنا بنتكلم فقط على مثلا موضوع النظارات او العدسات بس. اوكي، لا، الحقيقه ان موضوع الاوبتكس ده له ابلكيشنز كتيره قوي، زي ما حتى وريتكم في النص كجنرال ابلكيشنز. طبعا عمليات الكوراكشن والابريشنز اللي بتحصل في تصحيح العيون زي المايوبيا وعمليات قصر النظر، اوكي، طول النظر وكل الكلام اللطيف ده. اوكي، ده اللي بيدي افكت على استخدامنا للديفرنت لانسز وازاي ممكن نعمل حاجات زي كده. مش بس بقى الحاجات الخاصة بالاوبتكس، الحقيقة بيتطبق كمان في المايكروسكوبس. يعني حضراتكم لو بصيتوا كده في مايكروسكوب مثلا هتلاحظوا ان في عدسات، اوكي، وظيفتها انها بتقوم بالقصص اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده. يا رب تكونوا دايما بخير، اشوفكوا دايما على خير. لو حد عنده اسئلة ما ينساش يبعت لي. اوكي، اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.